السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن الخادم من معرض عماد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم للقناة. وزي ما تشوفون أخواني الكرام، اليوم عندنا كيا أوبتيما 2018، السيارة واردة الخليج، تقريبا مواصفاتها نصف فل، محركها 2000 سي سي. عموما عشان نتكلم عن المواصفات يعني بناخذ جولة سريعة للسيارة، خلوكم معنا ونبدأ تصوير السيارة من الخارج. أول شيء سعر السيارة تقريبا 60500. طبعا اخواني الكرام، اول شيء نتكلم عن مواصفات المحرك والجير. المحرك 4 سلندر 2000 سي سي، الجير اوتوماتيك 6 سرعات، اوبترونيك نظام الدفع فوق دفع امامي. مواصفات السياره خارجيه، للاسف السياره ستاندر، حتى انوار ليد ما فيها. طبعا الناس تشوف هذا ليد، هذا مو بليد، هذا مجرد نيكل عكس ضوء الشمس. من جد يعني اتكلم، الناس يحسبون ليد الخط هذا، ما هو ليد، نيكل، لان السياره متوجهه للنور فعاكس النور. عموما حتى بدون كشافات ضباب، لكن نتكلم عن المواصفات اللي فيها. عندكم جنوط المنيوم مقاس 16 انش، اشارات في المرايه، السياره عليها 4 حساسات خلفيه. طبعا هذه اضافه من الوكيل حق السياره، طبعا وكيلها خليجي، تقريبا البرايمي وارد عمان. الحساسات اللي عليها تركيب زي ما تشوفون، ما هي الشد للمصنع. عموما وزي ما تشوفون عندكم بطاقة الوقود كيا أوبتيما سيدان دفع أمامي 2018 2000 سي سي، كل لتر بنزين تمشيك 14.2 كيلو. خلينا نصور الشنطة إذا قدرنا. طبعا بسم الله، وهذه شنطة السيارة. طبعا حتى الجنطة ألمنيوم. نصور لكم المحرك. هذا هو محرك 2000 سي سي في سيارات كيا وهيونداي، يعني تروح الإلانترا 2000 سي سي، سيراتو 2000 سي سي، سوناتا 2000 سي سي، أوبتيما 2000 سي سي، هذا هو المحرك نفسه. طبعا السيارة اخوان الكرام ريموتها، زي ما تشوفون هذا ريموتها، اغلاق فتح فتح الشنطة، فتحنا لكم الشنطة عن طريق الريموت. الحين ندخل جوا السيارة ونتكلم عن مواصفاتها الداخلية. اول شيء ناخذ يعني لمحات بسيطة على السيارة من الداخل. زي ما تشوفون هذه المقاعد الأمامية، والحين هنا المقاعد الخلفية. بسم الله. والآن أتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. شو شغل السيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما تشوفون سيارة زجاج كهربائي، مراية كهربائية فيها خاصية الطي. عندكم تحكم في مستوى الإنارة الداخلي، التحكم في مستوى الإنارة الخارجي، فتح تنكي البنزين للغطاء. طبعا الشنطة تراكشن موجود. عندكم المقاعد زي ما تشوفون بين اللون الرصاصي الفاتح والبيج، يعني كذا داخل في بعضه، ما تقدر تقول لا رصاصي ولا تقدر تقول بيج. مقاعد قماش طبعا، كرسي السائق والراكب حركة يدوية وليست كهربائية. عندكم هنا تحكم بالدركسون للنظام الصوتي زي ما تشوفون مع بلوتوث. عندكم هنا مثبت السرعة، تحكم في عداد الرحلات، هذا هو عداد الرحلات باللغة العربية. سي دي مع مدخل يو اس بي، طبعا عندكم هنا السي دي وهنا مدخل اليو اس بي زي ما تشوفون، والايو اكس موجود، ولاد دخانة الكرامة. عندكم منفذ طاقة، يعني منفذين طاقة يصير عندك موجود. طبعا عندكم هنا حاملة اكواب عدد 2 مع طفاية الدخان وتب كرامة، هذه هي.
وعندكم نظام الدرايف مود. طبعا هنا المفروض يكون اذا كانت فل كثير اشياء يسمونه الاوتو هولد، الجنط الكهربائي الى اخره، الحساسات اذا كانت وكاله يجي من هنا الزر يطفيه ويشغلها، لكن الحساسات هنا مركبه زي ما قلت لكم في الوكيل حق السياره. هذه انوار السقف الكرام اللي تشوفونها مع حامله بيت او بيت للنظاره، هذه هي. وعندكم هنا شماسات لكن للاسف بدون اناره، شمسات فيها مرايه بدون اناره، هذه هي في السائق للسائق والراكب. جير افون خلف المقود، بدل ما مثلا حطيته انت توب ترونيك هنا حطيته على نظام رياضي، ودك تقلب تعشق بس ما ودك ترجع للجير، تقدر تتحكم فيه من هنا للجير الرياضي، او مو بشرط انك تحطه على وضع السبورت على طول وانت ماشي في الدي، تقدر تقلبه على طول وضعية السبورت. درايف مود اللي هو الزر هذا وش يسوي لك؟ يقلب لك سيارة من وضع ايكو الى سبورت زي ما تشوفون. الحين ايكو هنا سبورت. طيب نفتح الدرج ونشوف ايش فيه اغراض. عندكم درج فاضي صراحة ما في اي شيء. عندكم هنا ممكن درج بسيط، هنا ثانوي بسيط صغير تقدر تحط فيه مثلا الك او حاجة زي كذا. هذه المراتب الخلفية. لكن للاسف بدون تكايه، حتى تكايات الروس بدون تكايه وسط، تكايات الروس برضو ملتصقه في المرتبه نفسها. عندكم فتحات تكييف خلفيه زي ما تشوفون. الفئه هذه زي ما قلت لكم ما هي لا هي فل كامل ولا هي ستاندر، يعني بينهم شوي طالع من الستاندر شوي. تتميز على الستاندر انها زي ما قلنا لكم جنوط واشارات مرايه، وعندكم تحكم خلف فيها مثبت سرعه وجير اف 1، فهذه ميزات اللي فيها. سعر السيارة تقريبا في الوكيل نفسه هنا تقريبا في حدود 68-69 ألف ريال ما خاب ظني، وممكن ما تلقى عند 2018 سلام ورحمة الله، وممكن ما تلقى عند 2018. ايش المواصفات اللي تفرق عن اللي أعلى منها؟ طبعا أخوان الكرام تفرق أول شيء المحرك، يجي 2400 سي سي اللي أعلى منها في نفس الفئة هذه بالضبط، يجي محرك 2400 سي سي تقريبا حدود سعرها في الخليج 66-67، في الوكيل حدود 73-74، لكن حاليا ما في شيء ما ظنيت انه موجود 2018 لان توها نازل السيارة ما لها اسبوعين ثلاثة نازلة بشكل عام. الفئات اللي اعلى منها زي ما قلت لكم تيجي ماكينة اكبر، في فئات تيجي بانوراما، جلد، بصمة، جنطة اكبر، لدات، لد بلاك بيري، يعني مواصفات كثير. وسعرها قد صورت واحدة 2016 لكن في سناب شات كانت في احد المعارض في الكامل تقريبا، ينقص بعض المواصفات، كانوا مسوين عليها عرض سعرها في حدود 79-78 ألف ريال بعد العرض طبعا، موديل 2016 لكن نفس الشكل الجديد هذا، لأن الظاهر في دفعتين 2016 في شكل قديم وشكل جديد. فزي ما قلت لكم كانت في حدود 78 على كلام راعي المعرض، كان سعرها في الوكالة حدود 100 ألف. فالف الكامل شوي دائما سعرها شاطح. فئة هذه أنا أشوفها مناسبة، يعني اللي صراحة بياخذ إذا عشان ما يدفع حول 100 ألف ياخذ سقف بانوراما مثلا، إذا حابب ياخذ مواصفات ياخذ سقف بانوراما وبصمة بتطلع عليه في حدود 75-74. لأن بيني وبينكم حرام مثلا، طبعا نتكلم عن 17، حرام يدفع مبلغ كبير 100 ألف بغض النظر عن السيارة كويسة ولا ما هي كويسة الأوبتيما، لكن 100 ألف تجيب لك خيارات أكثر، تروح فئة الكادنزا، تروح فئة الأزيرا، تروح تويوتا أفالون، يعني تروح للتورس فئة الإس إي إل الظاهر المواصفات الحلوة، فيعني تدفع هناك أفضل لك، لأن ذيك سيارات تكون 6 سلندر، سيارات أثقل شوي، يعني مهما كان. ما اقول لكم السيارة فيها عيوب ولا فيها سلبيات، انا اشوف سيارة ممتازة ما شاء الله الاوبتيما، وبالنسبة لي اجمل من السوناتا داخليا وخارجيا، لكن نوعا ما السوناتا يعني صدق هي الارغب بفئتها للمعلومية، هنا لا، هنا شوي، يعني تجي في مرحلة ما بعد السوناتا، انا اتكلم عن سيارة كنا قاعدين نقول سوناتا، مواصفات سوناتا في الميكانيكا تماما من تحت، عفشة، فرامل، أي شيء تتكلم عن سوناتا. لكن البودي زي ما تشوفون والداخلية كيا. فمثلا في ناس متخوفين والله متردد بين سوناتا وبين اوبتيما، لكن حابب الاوبتيما خذ اوبتيما، هي نفس السوناتا ما فرقت معك. المواصفات تقريبا واحدة، الشكل يختلف لكن الشكل من تحت ميكانيكيا، يعني يجي ميكانيكي من تحت يناظر يقول لك هذه نفس السوناتا، او يمكن يقول لك سوناتا، او ميكانيكي يفتح كبوتها طبعا غطى المحرك فيقول لك ما شاء الله هذه سوناتا. فهذه المعلومة اللي حبيت اوصلها لكم. اتمنى تكون عجبتكم السيارة وعجبكم التقرير اخواني الكرام.
اتمنى ان الاخوان اللي يحبون يسالون عن الاسعار دائما، كم السعر كم السعر كم السعر. تطبيق معرض عماد الدين يختصر لك الموضوع هذا. كيف تعرف سعر السياره اليوم؟ ممكن انت شفت المقطع اليوم لكن بعد شهر قررت تشتري، ما يحتاج ترجع تشوف السعر. حمل تطبيقنا، حمل تطبيق جوالك ايفون، ادخل على اب ستور، اكتب معرض عماد الدين وحمل التطبيق، تدخل على السياره وتشوف سعرها كم. جوالك جالكسي ولا هواوي ولا سوني ولا ال جي، كثير من الشركات الاندرويد، برضو ادخل على سوق بلاي او متجر بلاي وابحث عن معرض عماد الدين وتلقاه، حمل التطبيق وتبحث عن السيارة تلقاها موجودة بالمواصفات واخر تحديث للسعر. واذا ما حصلت السيارة ما يحتاج تسأل السيارة موجودة ولا لا، خلاص ما دام هي موجودة على التطبيق يعني السيارة غير متوفرة في معرض عماد الدين. اتمنى تكون عجبتكم السيارة. اللي حاب يشوف تغطياتي على سناب شات يضيفني تحت، سناب شات موجود تحت، تقدرون تضيفوني، تقدرون تحملوا التطبيق، الروابط كلها موجودة تحت، تقدر تزورنا على موقع معرض عماد الدين، تضيفني على حسابي في تويتر، كل شيء موجود تحت. أتمنى يكون عجبكم الفيديو إخوان الكرام، وأتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا بإذن الله تعالى. وهذه حنا في آخر ليالي رمضان ولازم نستغلها بإذن الله تعالى، خاصة اللي ما استغلها أقل شيء يصلي له قيام يومين، يوم يومين تراويح، لعل الله أن يسجله من المغفورين لهم في رمضان بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.